مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم اطفال، ولكن النهارده حلقتنا مختلفه، حلقتنا مميزه. النهارده بنوفي معاكم بالعهد، بنقول لكم دايما مواهب ولادنا هي اهم شيء في حياتنا. اي حد شايف في ابنه موهبه معينه بيبعت لنا على صفحتنا، صفحه اطفال ولكن، عشان ولادكم يكونوا ليهم نصيب معانا من حلقاتنا ويشاركونا ونستمتع باصواتهم ونوجههم للمكان المناسب ليهم. وقلنا لحضراتكم ان كل شهر هنعمل حلقه شهريه هنكتشف فيها مواهب ولادنا والمميز هيكسب معانا، وده اللي حصل. من شهر فات عملنا حلقة، الحلقة كان فيها أكتر من موهبة، استمتعنا بيهم وحضراتكم شفتوهم. خلينا نروح نفكركم بمواهب ولادنا الشهر اللي فات ونرجع مع الفايزة اللي كسبت الشهر ده، وتشوفوا النهاردة احنا محضر لكم مفاجآت ايه. أبوس ليك وأبوس الراس، أزهار مش دايما ننسى وصالك، ليحضنك عني حاجة مش عادي، بدني أقابل بعضك حديثوني ناس هلو حتى إيديني عندنا ونسيت أمالينا كان بعيننا من بعد ما افتكرنا مواهب ولادنا وشفنا قد ايه كان جمالهم وكلهم ما شاء الله عليهم، ما حدش فيهم وحش. بس النهارده وطبع اختياركم انتوا اللي اخترتوا على صفحتنا صفحه اطفال ولكن، قلنا لكم ان اكتر موهبه هتاخد منكم شير ولايك هي دي اللي هتكون معانا تاني وهتكون فايزه في حلقه من حلقات اطفال ولكن، وهتشاركنا وهتشارك بفقره كامله في برنامجنا اطفال ولكن. والنهارده معانا صاحبه الصوت الجميل، معانا الفايزه في مسابقه الشهر اللي فات، معانا مريم. مريم اللي متعتنا بصوتها، وبجد النهارده هتتبسطوا جدا بيها لان عندها اكتر من مفاجاه انا نفسي اتفاجئت بيها وعايزه حضراتكم كمان تسمعونا وتستمتعوا للاخر مع مريم. بس خلينا دلوقتي نرحب بمريم. ازيك يا مريم؟ اهلا بحضرتك، منوراني. ميرسي لحضرتك والف مبروك. طبعا انا فرحانه جدا، وده اقل حاجه، انا كنت متاكده ان انت من ضمن الاصوات اللي اكيد الناس هتفرح بيها وهتعمل لها شير ولايك، عشان كده انا مبسوطه ومبروك ان انت معانا تاني. الله يبارك فيك. عايزه اقول لك بقى ان احنا النهارده عايزين نعمل مفاجآت كتير للمشاهدين، خاصه ان انت اكتر حد الناس عملت له شير ولايك وحبت صوته، وانتوا كلكم ما شاء الله كنتوا موهوبين، ولكن التصفيه في الاخر كانت بينك وبين يارا وانت كسبتي. عشان كده النهارده عايزين نخلي الناس يستمتعوا اكتر ما نقعد نتكلم. بس خليني قبل ما ابدا معاكي ونسمع الناس، قولي لي احساسك ايه اول ما لقيتي نفسك فايزه، وبالذات لما المنافسه في الاخر كانت بينك انت ويارا؟ اكيد قلقتي وقلتي ممكن انا ما اكسبش، كنت حاسه ايه؟ انا لما عرفت ان النتيجه كانت انا ويارا بس، انا ما زعلتش لان يارا دي اختي وصاحبتي، واي يعني لو كانت النتيجه انا او هي كنت مش هزعل خالص. وهي اصلا كانت قايله لي اي حد فينا يكسب نكلم اي حد في الكرو كده ونقول ان اي حد يجي معايا في الحلقه، فعادي يعني. وانا لما كسبت قلت لها ما تزعليش مش عارفه ايه، قالت لي انت اختي وحبيبتي وانا مش زعلانه وبالتوفيق ليكي يعني. انا فرحانه بيكوا اساسا كلكم كسبتوا يعني ما شاء الله عليهم. انتوا حضراتكم شايفين صوت مريم قد ايه جميل، وصوت يارا وكل اللي كانوا في المسابقه صوتهم فعلا ما شاء الله كلهم حلو، ما فيش حد فيكوا. ولكن الناس انت يمكن بتحبك زياده، عملت لك لايك وشير اكتر، وكان ليكي نصيب طبعا والنهارده منوراني. وانا عارفه احساسك ايه بقى، احكي لي احساسك السريع كده اول ما لقيتي ان انت اللي كسبانه وان الفيديو بتاعك جاب اكتر لايك وشير. انا كنت بفتح صفحه اطفال ولكن، ولما لقيت ان انا اللي كسبت اتفاجئت طبعا، وناديت مامي وقلت لها مامي الحقيني انا اللي كسبت. وبعدين مامي لما شافت النتيجه برده فرحت جدا، قلت لكل عيلتي، وعيلتي كمان فرحوا جدا وقالوا لي انت اول باذن الله ما تطلعي حفله او يعني حلقه تاني هنشوفك وكده يعني. واحنا النهارده جايبينك يا مريم عشان في حلقه تاني، عشان هي اللي فايزه معانا، ومش عايزين نتكلم كتير، عايزين نمتع المشاهدين بصوتك. أوكي. هنبدا بايه بقى؟ اغنيه ام كلثوم انت الحب. يلا بينا ام كلثوم مره واحده. يلا. يا ما قلوب هيمه هيمه حواليك، تتمنى تسعد يوم 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 برضاك،
تسعد يوم 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 برضاك، وانا اللي قلبي ملك ايديك، تنعم وتحرم زي السهر والنوح، الليل عليا طار بين السهر والنوح، واسمع له من العزال، اسمع له من العزال، اضحك وانا المجروح، حبيبتي الله اكبر عليكي. يعني انا قلبي فرحان بيكي ومبسوطه فعلا فعلا ان انا قاعده معاكي تاني وان احنا بنحتفل بيكي. والنهارده مش عايزه اتكلم قد فعلا ما عايزه اسمعك. وعايزين، انت قايله لي ان انت محضره مفاجات قويه جدا، صح؟ ايه بقى اول مفاجاه؟ انا بعرف اقلد اصاله. اصاله مره واحده الفنانه الكبيره، طبعا كل التحيه ليها. طب يلا نبدا، قلدي لي اصاله. يا مجنون مش انا ليلى، ولا بنسمة هواك ميلة، يا مجنون مش انا ليلى، ولا بنسمة هواك ميلة، عايزنا اقول بحبك لي، بحبك بس مش قايلة، يا مجنون. شاطرة، برافو عليك، برافو عليك. وهنغني ايه تاني؟ عندنا هندي، صح؟ يلا نغني هندي. هغني اغنية شيكيتو، يلا بينا. هم تيرا بنا برهنا السكر، تيرا بنا كابا جود ميرا، هم تيرا بنا برهنا السكر، تيرا بنا كابا جود ميرا، تجي سي جدا كرهو جاني گی، تو خود سے ہی ہو جانے گی جدا، کیونکہ تم ہی ہو اب، تم ہی ہو زندگی، اب تم ہی ہو جانب ہم، میرا درد بھم، میری عاشقی، اب تم ہی ہو، تیرے بنا اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا، ہم تیرے بنا اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا، تجھ سے جدا اگر ہو جائیں گے تو. یعنی یہی ہو الأغنية بالعربي بتقول إن أنا يعني بحبك، ويعني هي أغنية رومانتك شوية، وإن أنا ما أقدرش أعيش من غيرك، ولو أنت مشيتي أنا همشي لأني ما أقدرش يعني أبعد عنك وكده. يعني شكلك رومانسية يا مريم. أنا بحب رومانتك. بتتعلمي، بتشوفي دايما هندي وبتتابعي دايما الجديد فيه؟ أنا على طول بتفرج على مسلسلات هندي وبحبها جدا جدا، وبيعجبوني في طريقتهم وفي كلامهم وكده. مامي على طول لما بتتفرج على هندي مثلا لازم تناديني اي اغنيه في المسلسل، فتقعدي متابعاها وابقى متابعاها، وبتعرفي تحفظيهم بسهوله. يعني مامي برضو ساعات بتبقى عارفه كلمات هندي، فلو في حاجه واقفه معايا دي كلمه كذا كذا بس. يعني حلو قوي، يعني
يعني مامي بتساعدك في كل شيء. بتساعدني حاجة. انت بقى بتساعديها في البيت زي ما هي بتساعدك في الغنى؟ انا بحب جدا اساعد مامي في البيت، لما تبقى مثلا في المطبخ احب مثلا ابقى عندها كده معاها واشوف هي بتتعلم ايه. شاطره بتعملي ايه بقى؟ شاطره في ايه؟ يعني مثلا انا بعمل كل انواع المكرونات. كل انواع المكرونات، كل الباستا مثلا بال يعني المطبخ الايطالي. انت شاطره في المطبخ الايطالي. هو كده بس، هو ده لما مامي يعني مامي من صغري بحب انا اقف معاها. وايه اخبار المدرسه يا مريم؟ انا بحب جدا المدرسه والله، بس في شويه مواد كده مش بحبها. ايه بقى صراحة. المواد دي يعني مثلا الدراسات عربي، دول صعبين بالنسبه لي. صعبين قوي، لكن بحب الساينس وبحب الانجليش والماس. برافو عليكي. احنا عايزينك تبقي شاطره في المدرسه زي ما انت شاطره في الغنى كده دايما. طيب احنا عايزين دلوقتي بقى نسمع حاجه تانية. يلا ممكن اغنيه بعت لي نظره الانغام. يلا بينا. الله، انغام انا بحبها جدا. وانا يلا بعت لي نظره، بعت له، بعت لي همسه، سمعت له، بعت لي نظره، بعت له، بعت لي همسة، سمعت له، ومن غرام الشوق جوانا نسينا مين سهران ويانا، ومن غرام الشوق جوانا نسينا مين سهران ويانا. بعدت عنه هربت منه، بعدت عنه هربت منه، مشيت ندهلي رجعت له. بعت لي نظرة، بعت له، بعت لي همسة، سمعت له. الله عليك يا الله، الحلاوة دي. شكرا لحضرتك. الحلاوة دي الله أكبر. أنا بجد فرحانة بيكي، بس عايزين نتكلم عن حاجة مهمة أنا شفتها واتفاجئتي بيها بقى. اتفضلي. استعراض الرقص. أوه. ايه الجمال ده؟ أولا مين دي؟ مين انا شايفه دلوقتي البنت الكيوت الجميله الرقيقه، بس انا شفت فيكي موهبه تانية خالص. انت عايزه تمثلي؟ والله انا بحب التمثيل، بس هو كان موضوع غريب قوي ان انا يعني انا اول ما عرفت ان انا هغني في طرف الهوا شاشي انا يعني قلت ان انا مش هعرف ارقص وكده، وموضوع صعب لان انا كل رقصي هندي، عمري ما رقصت شرقي وكده. فلما عرفت ان انا هرقص شرقي وكده اتخضيتي؟ اتخضيت. مامي مش هعرف، مش عارفه، قالت لي لا اول ما هتطلعي على المسرح وكده هتندمي. واندمجتي؟ لبست اللبس بتاع الكاركتر وتمام على طول. واشتغلتي يعني. على طول. كنت طبعا مبسوطه جدا. احكي لي عن احساسك اليوم ده. انا حبيت بقى اللي هو الناس كلها بقى ورا عماله بتضحك من كتر الجمال وكده، وانا بقى برقص والولاد حواليا ورايا عمالين بيسقفوا يرقصوا، فكان موضوع حلو قوي. والمايسترو بقى عبد الحميد عبد الغفار طبعاً. هو يا مايسترو جميل جدا جدا، ويعني ده بالنسبه لي يعني حد وقف معايا عليا قوي قوي قوي. هنيجي حتة من طرف الهوا شاشي. طيب اوكي يلا. طرف الهوا شاشي وانت ما تدراش يا جدع. طرف الهوا شاشي وانت ما تدراش يا جدع. طرف شاول عليه حكم الهوا ماشي، حكم الهوا ماشي. طرف الهوا شاشي وانت ما تدراش يا جدع. طرف الهوا شاشي وانت ما تدراش يا جدع. طرف شاول عليه حكم الهوا ماشي، حكم الهوا ماشي. برافو عليكي، ايه الجمال ده، حلو قوي. طب قولي لي انت اصحابك بقى اللي هم انت حاسه ان هم موهوبين وصوتهم حلو، تنصحيهم بايه؟ انت كحد دخل الاوبرا بقاله فتره، حاسه ان الاوبرا فرقت معاكي فيه؟
الاوبرا انا اول ما دخلتها لقيت ان يعني موضوع جميل قوي. انا عندي ميس مايك جبيلي، ميس ندى غالب، مستر مصطفى، دول كلهم بيدربوني تمام. وانا لما دخلت الاوبرا حبيت قوي الموضوع ده، وصحابي كلهم كانوا يقولوا لي مثلا انت بتعملي ايه في الاوبرا، اقول لهم لما باخد اغاني وكده بطلع على المسرح عندي حضور عرب، بيبقى عندي كاريزما ويعني ببقى يعني الاوبرا انت شايفه. وبتنصحي اصحابك ان الاوبرا هي اللي ظبطت عندك العرب والمقامات النفس؟ النفس طبعا اهم حاجه، هي اللي بتظبط وبتخليكي تبقي هاديه كده وراسيه وانت بتغني. في المدرسه بقى في وسط اصحابك بتحيي لهم الحفلات المدرسيه كده؟ يعني على طول مس ايمان هي على طول بتقول لي تعالي مثلا هنغني مثلا في مكان كذا، روح حافظه الاغنيه اللي قالتلي عليها. ويعني اغلبيه حفلاتها بتبقى في فيكتوريا كوليدج، فبتروحي بقى؟ بروح على طول بقى، وبتقول لي مثلا غني اغنيه كذا فبحفظها مع مامي مثلا، انا احفظها مامي تقول لي مثلا كذا كذا واغنيها، واصحابي بيبقوا مبسوطين جدا يعني. بتبقي حاسه احساس النجمه؟ يعني حاجه زي كده. طب يلا هتغني لي ايه تاني؟ بتغني تركي؟ يلا غني لي تركي. ممكن اغني اغنيه اولمز؟ يلا بينا. بيرم برا افتري يانجن دفار تبرم دهان جسيني الله تيمكي كم مش بني صندر جاك اتشم دين سن ديني اوكي نساس انا مامكي سارلرن سارلرن بورات ما شارلرن شارلرن ده ده سنسيز يسمى olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim toprağım havalanmaz gurur gider bahçelerim olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim toprağım havalanmaz gurur gider bahçelerim. أظن مش حابين حضراتكم من حاجة، هندي، تركي، مصري، كل حاجة قلناها صح كده؟ طب غني لي حاجة تاني بقى مصري. يلا مصري؟ ممكن أغنية كده يا قلبي. يلا كده يا قلبي يا حتة مني يا كل حاجة حلوة فيا كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي كده يا قلبي يا حتة مني يا كل حاجة حلوة فيا كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي يعني ايه يعني خلاص انا مش هشوفك تاني مش هلمسك مش هحكي لك عن حاجة تعباني كنت روحي لما كان جوايا روح عمري ما تخيلت انك يوم تروح كنت روحي لما كان جوايا روح عمري ما تخيلت انك يوم تروح مش فاضلي مني غير حبة جروح مع السلامة يا حبيبي وفي أمان عمري ما هقول يوم عليك ماضي وكان عمري ما انسى مهما طال بيا الزمان يا مريم وجعتي قلبي يا مريم. قولي لي يا مريم
ايه الحلم اللي محققتهوش في 2018 وان شاء الله هتحققيه في 2019؟ كل سنه وانت طيبه. طبعا بقى لنا شويه، السنه الجديده داخله علينا، يا رب سنه سعيده عليكي وعلى كل اسرتك. وايه الحلم بقى اللي عايزه تحققيه كنت في 2018 نفسك فيه بس يعني خسعتي كده شويه وما عملتيهوش؟ نفسي الناس كلها تشوفني، كل الناس تشوفني ويبقى عندي صفحه والناس كلها برضو تبقى عارفاني. تاني حاجه ان هي تدخل على صفحه اطفال ولكن وتشترك فيها على طول. يا حبيبتي ربنا يخليك، انت منوره اطفال ولكن ونورتي صفحتنا، وانا بجد مبسوطه بيكي ومبسوطه ان الناس تفاعلت معاكي وشجعوكي لانك موهبه فعلا تستحق ان الناس تتفاعل معاها وتشجعها. شكرا. وقبل ما اختم معاكي بقى اختم لنا بحاجه مبهجه. مبهجه؟ اه. ممكن زي ايه مثلا؟ براحتك انت ليكي الاختيار، بس بما اننا يعني زعلنا الناس شويه بكده يا قلبي خلينا نفرحهم بقى. يلا لولا الملام. لولا الملامة يا هوا، لولا الملامة لفرد جناحي عالهوا زي اليمامة. لولا الملامة يا هوا، لولا الملامة لفرد جناحي عالهوا زي اليمامة. وأطير وأرفرف في الفضاء وهرب من الدنيا الفضاء، وأطير وأرفرف في الفضاء وهرب من الدنيا الفضاء. وكفاية عمري، كفاية عمري اللي انقضى وأنا بخاف الملامة، وأنا بخاف الملامة وأمل الملامة. برافو عليكي، انا فرحانه بيك. يا رب دايما في نجاح ودايما كده صوتك مجلجل ومسمع الناس كلها، ودايما ان شاء الله تحققي كل احلامك اللي ما حققتهاش وتبقي مشهوره زي ما انت نفسك ان شاء الله. وده المتوقع يا مريم، يعني احنا باذن الله كلنا متوقعين لك ان انت هيبقى ليكي مستقبل كبير جدا في الغناء ان شاء الله. بس الدراسه مهمه طبعا. صح؟ ايوه طبعا. خلاص قبل بقى ما نختم، انا يعني كنت اتمنى ان انا ما اختمش صراحه، لان انا فعلا ما حسيتش بالوقت معاكي من كتر ما صوتك حلو وعجبني. بس الاطفال ليهم حق علينا برضه، صح؟ برنامجنا اطفال ولكن يبقى نغني حاجه اطفال. اغنيه تيري تيري. خلاص بصي للكاميرا بقى واختمي بحاجه اطفال. يلا. تيري تيري يا عصفورة، أنا مثلك حلو وصغيرة. تيري تيري يا عصفورة، أنا مثلك حلو وصغيرة. بركوت فوق أحفاف الزهر، بحجر عميات النهر، وبخبي بشعري بشورة. تيري 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 يا عصفورة يا حبيبتي يا حبيبتي، نورتيني نورتيني بجد، ودايما يا رب ناجحه ومكسره الدنيا كده. والف الف مبروك، والف مبروك ان انت كسبتي، ودايما يا رب نبقى متابعين معاكي وانت محققه كل حاجه نفسك فيها. ميرسي لحضرتك. شكرا لحضرتك. نورتيني يا حبيبتي. يا رب تكونوا استمتعتوا، وانا متاكده ان شاء الله استمتعتوا بصوت جميل وموهبه طالعه للدنيا بجد، لانها تستاهل كل خير وتستاهل انها تكون معانا تاني. بشكركم ودايما بقول لكم مواهب ولادكم ابعتوا لنا على صفحتنا صفحه اطفال ولكن، وان شاء الله الموهبه اللي تستحق انها تكون معانا هتكون في برنامجنا دايما. حلقتنا لسه ما خلصتش، لسه مكملين معاكم، محدش يروح في اي حته، كملوا ولسه برنامجنا مكمل اطفال ولكن. اكتر مع عيلتي واساعد الفقراء اكتر. نفسي خليه بابا وماما. نفسي مصر تبقى احسن بلد في الدنيا، ونفسي اجيب ميداليه ذهب في البطوله بتاعه الجمباز. انا اساعد الفقراء واخلي الدنيا كان احسن، يعني اخلي الناس مبسوطه مني وكده. يعني دكتور زي بوبي. نفسي ما يكونش في شر، ونفسي في موبايل، ونفسي مصر تبقى احسن بلد وتبقى نظيفه قوي. مشاهدينا اهلا بكم مره تانية، ورجعت لكم بعد الفاصل، ودلوقتي جه ميعاد الفقره الطبيه. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع بيهم كل اب وام خاصه في فصل الشتاء. مين فينا ما بيعانيش من مشاكل الشتاء مع اولاده،
خاصة بسبب حساسية الأنف، الأذن، الحنجرة. كلنا عندنا مشاكل مع ولادنا، ولادنا بيسخنوا، بنفضل طول الليل جنبهم سهرانين نعمل لهم كمادات، ما بنبقاش عارفين سبب السخونية ايه، وممكن يكون سبب السخونية الأذن أو الأنف أو الحنجرة. عشان كده النهاردة هنتكلم في الموضوع ده بتفاصيله، هنكلمكم عن كل سؤال بعتهولنا على صفحتنا صفحة أطفال ولكن عن اللحمية والتهاب الأنف والأذن والحنجرة. خلوني معاك وأرحب بأستاذ دكتور هشام نجم، أستاذ الأذن والأنف والحنجرة بكلية طب جامعة القاهرة، واللي هيكلمكم عن كل الأسئلة اللي بعتهولنا على صفحتنا صفحة أطفال ولكن. خلونا نرحب بدكتور هشام. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك. منورني. شكرا. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا ستي. النهارده يا دكتور بقى عندنا ملف مهم جدا، وهو مشكله الانف والاذن والحنجره، وخاصه عند الاطفال. عند الكبار ممكن تسمى جيوب انفيه، ولكن عند الاطفال حاجه منها، يعني حاجة منها بتبقى جيوب انف واذن وحنجره حقيقي فيها. لكن عند الاطفال ممكن نسميها ايه، وايه المشكله اللي ممكن تبقى عند الطفل بسبب الانف انه ملتهب او الاذن ان جالها التهاب؟ يبقى احنا مش هنقولها بقى المشكله، هي مشاكل، لأن هي عدة موضوعات مختلفة، مش بس حاجة واحدة، هي كل عضو بيبقى ينتج عنه بعض المشاكل لو أصيب أو لو حصل له عدوى. إيه بالظبط بقى اللي عايزاني أشرحه لكم النهاردة؟ نبدأ بجزء جزء. آه. نبدأ أول حاجة بالسمع. بالسمع اللي هي الأذن. أيوة تمام. إيه السؤال بقى دلوقتي يا دكتور؟ طبعا إحنا سامعين بإحصائيات إن إحنا وصلين نسبة 16% عند الأطفال بيبقى عندهم مشاكل في السمع عند الولادة. إيه بقى المشاكل اللي أنا بتبقى سبب رئيسي في إن ابني لما يتولد ممكن يبقى عنده مشكلة في السمع؟ هو دلوقتي النسبة 16% دي أنا ما سمعتهاش ومش موجودة أساسا، غير صحيحة. لا ما يتهليش. المعلومات الصحيحة واللي مكتوبة في الإحصائيات واللي أنا عارفها وموجودة في المراجع، بيحصل حركة عارفة، بيحصل إن في نعمل نوع من كشف السمع على كل الأطفال بعد الولادة في خلال 48 ساعة. وبنعملها بجهاز بسيط جدا كده يديني أو لا في سمع أو ما فيش سمع، اسمه الأوتو أكوستيك إميشن أو الانبعاث الصوتي السمعي. ده بيحدد لي في نسبة سمع ولا ما فيش سمع، نسبة ان في سمع او ما فيش سمع. الاحصائيات العالمية بتقول ان نسبة عدم السمع في الاطفال بعد الولادة بتبقى 1/3 في 1000. احنا عندنا في مصر الاحصائيات بتاعتنا 3 في 1000، ولكن اذا جينا خدنا ده في المجموع العام، اذا جينا خدنا المجموعة الاكثر تعرضا للمخاطر، وهي مثلا نقول الأطفال اللي مولودين لأهل زواج أقارب. جميل. او الأم اثناء الحمل تكون اصيبت بالحصبة الألمانية مثلا، او بعد الولادة الطفل اصيب بالتهاب فيروسي زي الحصبة او الغدة النكافية، او الإصابات الشبيهة بذلك. لو خدنا النسبة في المجموعة دي اللي هي الأكثر تعرضاً للمخاطر ممكن توصل 16 في 1000. حلوة أوي. وليس في المية. 16 في 1000 وليس في المية. آه. جميل يا دكتور. خلينا نروح لحتة مهمة جداً برضو، وهي إيه الأسباب أو أنا ممكن كأم أكتشف إن ابني عنده مشكلة في السمع أثناء ما أنا حامل أصلاً، ولا لازم لما يتولد عشان أعرف هو عنده مشكلة ولا لأ؟ لا، أثناء الحمل مشكلة في السمع ما يتهليش ان دي موجوده حاليا لسه يعني. يعني طبعا في حاجات متقدمه، يعني في دلوقتي امراض كتير بتتشخص اثناء الحمل اكيد، وفي ده في عمليات بتتعمل اثناء الحمل، لكن انا على حد علمي لسه تشخيص السمع اثناء الحمل ده يعني لازم يعني لما الام هتبتدي اول ما بيتولد بعد يوم او اثنين هنعرف. 24 لحد 48 ساعه بيكون اتعمل الاختبار ده، وكل الاطفال لازم يتعمل لهم. قبل كده ايه الاسباب اللي بتبقى فيها مخاطر ان ممكن يبقى السمع متاثر؟ دي اللي لسه قايلينها قبل كده. جميل. عايزين نتكلم برضو عن حاجة مهمة جدا في مشكلة السمع، لو الطفل عنده مشكلة. أيوة. انا اكتشفت ان ابني بعد الولادة عنده مشكلة في السمع. أيوة. اول حاجة ببتدي اعملها ايه؟ ما هو على حسب نوع قلة السمع ده ايه. هل
الطفل عنده إلا في السمع نتيجة التهابات مثلا، جاله التهاب في الأذن الوسطى ثم تفاقم هذا الالتهاب وعمل نوع من يعني الالتهاب المزمن موجود، وده بيأثر على السمع لأن الطبلة مخرومة وفي صديد بيجي منها وكافة مش سامع زي غيره، أو ممكن مثلا نتيجة انسداد الأنف لعدة أسباب هنتكلم فيها بعد شوية بيحصل نوع من تراكم للسائل وراء الطبلة فبيخلي فيه ضعف سمع توصيلي زيه زي بتاع برضو التهاب الأذن الوسطى، ده كل دي ضعف سمع توصيلي، ده بيبقى ليه علاج على حسب السبب ايه. اذا هنقدر نشيل المية دي من ورا الطبلة ونقدر نعالج السبب، ونبتدي العلاج فعلا من اول ايام ولا لسه من سنة معينة؟ دي بتحصل بعد شوية. لكن لو بقى الضعف السمع ضعف سمع حسي عصبي اللي هو ضعف سمع من العصب نفسه، دي حاليا بقى ليها حلول تانية. طبعا الاول ما كانش ليها حلول غير لما يكبر شوية بيستعمل سماعة، لكن حاليا بقى فيه الحل بالزرع القوقعة. جميل. وده طبعا عملية متقدمة دلوقتي بيتم فيها الاستعادة عن السمع اللي كان المفروض موجود وضعف العصب ده، بانه بنركب جهاز صغير بيقدر يستقبل الصوت ثم يحوله الى اشارات يتم استقبالها بعد كده في الودن بعد تكبيرها، فبيقدر الطفل يحاول يعني يقدر بيحاول ان هو بيسمع ويحاول يتكلم زيه زي الايه الطفل الطبيعي. يا دكتور هنروح لحاجه تانية بقى وهي الانف. اتفضل. حساسيه الانف في فصل الشتاء طبعا عند اطفال كتير جدا بيعانوا، ولاقي اطفال هم نايمين فاتحين بقهم، لاقي اطفال بتشخر، الحاجات دي كلها مش بس هم نايمين ممكن هم قاعدين وهم قاعدين حقيقي. دي بتبقى علامات لايه واول حاجه اتصرف ازاي؟ بصي في الأطفال أهم سبب، لأن بتلاقي الطفل نسميه يعني تنفسه من الفم، ده الكلام العربية، تنفسه من الفم أو بيعمل بيصدر أصوات اللي هو شخير أو خنفرة نقولها أثناء النوم، أهم سبب يجي على البال أول حاجة إن فيه لحمية خلف الأنف. مش احنا دايما نسمع نقول لوز ولحميه لوز ولحميه، دي لحميه الاطفال. لحميه الاطفال هي اللحميه خلف الانف. هذه اللحميه بتبقى موجوده في البلعوم الانفي خلف الانف مسببه للسدد في التنفس، وكمان بتؤدي الى ضغط على فتحه قناه ستاكيوس او فتحه قناه السمعيه اللي بتعمل تعادل للضغط في الاذن، فبتلاقي الطفل ده مش سامع كويس وما بتنفسه كويس من الأنف. فبيضطر يفتح بقه ويتنفس منه ويبتدي ياخد الشكل اللي حضرتك سألتي عليه ده، ان الطفل يقول لك بيشتكوا فاتح بقه وبيتنفس من بقه وبيعمل صوت وهو نايم. دي ليها مخاطر طبعا. ايه هي؟ من اهمها ان ده بيغير الطفل ده في مرحلة نمو، وشه بينمو، هذا الوضع بيؤدي الى تشوه في الشكل الطبيعي بتاع الوش، وبيبقى بيؤدي الى شكل نسميه احنا وش اللحميه. وش مميز يعني ملامح الطفل بتتغير بالظبط، هو ليها اسم بايخ كمان يعني يسموه ايديت لوك، يعني وش فيه وش نوع من الغباء. ليه؟ لانه فاتح بقه كده واسنانه طالعه، ده نتيجه ان هو استعمل بقه في النفس وما استعملش مناخيره، مناخيره هتبقى اصغر البقه هيبقى اكبر وكذا وكذا عشان الانسداد اللي حصل ده. فاحنا طبعا لازم بمجرد تشخيص ان في لحميه خلف الانف لازم تتشال عشان نتجنب حدوث هذا التشوه. يعني ما فيش حل للحميه الخلف الانف غير انها تتشال. وفي اي سن؟ احنا هنيجي نتكلم بعد شويه على اللوز، دي ليها سن معين بشيل فيه اللحميه. لو اتشخصت ان شاء الله عنده 6 اشهر بتتشال. جميل. عشان تمنع حدوث هذه المضاعفات اللي هي تشوه وش اللحمية. جميل. وفي نفس الوقت برضو انها زي ما ذكرت الحركة انها بتضغط على الودان وتخلي فيه ضعف في السمع نتيجة اللي بيحصل ارتشاح خلف الطبلة. دكتور، الناس اللي بيعملوا لولادهم عمليات اللوز ويديهم ايس كريم، يا ترى دي حاجة صحيحة؟ لا، هو الايس كريم ده يعني تقليد بعض العمليات عشان يعمل نوع من الانقباض للاوعيه الدمويه عشان يقلل نسب
النزيف بعد العمليه. دايما بنقول ندي حاجه ساقعه عشان دايما الحاجه الساقعه بتعمل انقباض للاوعيه الدمويه، والعمليات اللوز بيبقى فيها سيبنا مجال يعني مكان مفتوح فيه شعيرات دمويه كتير وكذا، عايزين ايه نخليه نلمه منقبضه. فالحاجه الساقعه بتستعمل ساعتها لكده، لكن ملهاش اضرار. لا لا، يعني في فصل الشتاء نقلل جدا من استخدام التلج طبعا والمشروبات الساقعه، ممكن نستخدم سوائل دافيه طبعا، ده اكتر للاطفال اكيد. حضرتك تنصح بمشروبات معينه للطفل يعني من بدايه 3 سنين كده ممكن؟ هو السوائل أنا عموما مش للطفل بس، هو يعني انا عموما مش اللي بيشجع على الشاي والقهوه. طبعا بحب المشروبات العشبيه اكتر. بيبقى ليها فايده وما لهاش تأثير على الجسم عشان الكافيين والحاجات اللي موجودة طبعا. دي مفيش داعي تتزود يعني التوتر بتاع الجسم. كراوية، أنا أحب اليانسون، القرفة، كراوية، الجنزبيل، الحاجات طبعا الجنزبيل ممتاز كل طبعا. ده طبعا طبعا. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام نجم، نورتنا واستفدنا بمعلوماتك، ربنا يبارك في حضرتك، شكرا. وبكده مشاهدينا اكون وصلت معاكم لختام الفقره الطبيه، لسه مكملين معاكم وهستقبل الشيخ محمد رشاد اللي هيكلمنا النهارده في موضوع مهم جدا وبيعلمنا من مواقف من حياه النبي ازاي نربي ولادنا بالسيره النبويه صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. محدش يروح في اي حته، استنوني حلقتنا لسه مكمله. مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية ورجعت لكم بعد الفصل، ودلوقتي جه معاد فقرتنا الدينيه. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الرحمه. الرحمه عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اللي كان رحيم بكل شيء وهو الرحمه المهداه اللي اتجزع الشجره ان لفراقه صلى الله عليه وسلم. عشان كده النهارده عايزين نفهم حضراتكم يعني ايه معنى الرحمه، ازاي نكون رحماء بكل شيء حوالينا، من اول الحيوان، من اول الانسان، كل شيء ازاي نرحمه على الارض زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوه حسنه، والراحمون يرحمهم الله ومن لا يرحم لا يرحم. عشان كده هينضم ليا الشيخ محمد رشاد وهو مدرس قران كريم بالازهر الشريف وحاصل على المركز الاول في الماهر بالقران بمكه المكرمه. عايزه اقول لكم ان النهارده شيخنا هيكلمنا باستفاضه عن الرحمه وهيحكي لنا مواقف من حياه النبي قد ايه كان فيها رحيم عشان يكون لينا قدوه حسنه واسوه حسنه ونعمل بيه. وكمان معايا ملك وساره. ملك وساره بعتوا لنا على صفحتنا صفحه اطفال ولكن، وكانوا حابين يشاركونا في حلقتنا ويسالوا الشيخ بنفسهم اسئله. ودايما اطفالنا اللي عايزين يشاركوا شيخنا الجليل اللي بيكون معانا يشاركوه باسئله عشان يجاوبهم مباشر قدامهم هم قاعدين معانا في الحلقه، يبعتوا لنا على رسائل في صفحتنا صفحه اطفال ولكن. واكتر سؤال هيكون مهم ويستاهل فعلا ان الطفل يشارك معانا فيه، هنقول الطفل يجي ويشاركنا الحلقه ويشارك الشيخ ويحكي بنفسه سؤاله والشيخ يجاوب عليه. فخلوني دلوقتي ارحب بشيخنا الجليل الشيخ محمد رشاد. اهلا بيك يا شيخ. اهلا ومرحبا، منورنا. الله يكرمك. النهارده يا شيخنا عايزين نتكلم عن الرحمه. الرحمه عند النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله، وهو كان ارحم الناس. فيا ريت حضرتك تحكي لنا مواقف صريحه جدا للنبي صلى الله عليه وسلم مع كل من حوله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الذي قال له ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رحيما بالمؤمنين فقط، ولم يكن رحيما بأقاربه وأصدقائه فقط، بل أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. وإذا تأملنا كلمة للعالمين هنا هو جمع عالم، كل صنف منهم عالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة بالإنس وكان رحمة بالجن، كان رحمة بالحيوانات،
يعني لم يكن النبي رحيما بالإنس ولا بالجن فقط، بل كان رحيما حتى بالجماد. فيعني كما تفضلت حضرتك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، وذات يوم أشار عليه بعض الصحابة قال: يا رسول الله، يعني نصنع لك منبرا تخطب عليه بدلا من هذا الجذع. فصنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا لكي يخطب عليه في الناس، فصعد النبي المنبر. مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، سمعوا الجزع يبكي لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني نتوقف وقفة يعني بسيطة. هذا الجزع أن لفراق رسول الله، وبكى وحزن لرسول لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. أين قلوبنا نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين قلوبنا نحن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورسول عليه الصلاة والسلام نزل تاني من الجزع. نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر، وهذا يبرهن مدى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ينزل من على المنبر، لا ينزل من على المنبر إلا لأمر هام ولأمر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل من على المنبر ويضم الجذع ويحتضنه صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابة: فسمعنا له أنينا كأنين الصبي. يعني سمعوا الجزع بيبكي كما يبكي الصبي لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاهمين يا حبايبي؟ عارفين القصة دي؟ فهمتوا ايه منها؟ احكولي كده. يعني ان هو مثلا هو كان عند جزع، في الاخر هو كان رايح عن خطبة، فهو راح في جزع تاني فساب. لما طلع المنبر شفته رحمة النبي نزل ازاي وطبطب على الجزع عشان ما يزعلش، شفتي؟ ايوه. اتعلمنا من هنا ايه بقى؟ ان احنا نبقى قد ايه رحماء بكل شيء. يعني حتى لما نلاقي حاجه في الشارع، لو لقينا طوبه مثلا مرميه، لا ناخدها ونركنها على جنب عشان نرحم غيرنا وما نسببش اذى لغيرنا، صح ولا لا؟ صح. صح يا ساره؟ صح. انت فهمتي ايه من القصه يا ساره؟ خدي المايك واتكلمي. انا فهمت من القصه انه سيدنا محمد كان بيقول الخطبه، فالجزع ده لما في حد قال له انه هو يروح في حته تانية، الجزع بقى ايوه برافو عليك. يعني ده سيدنا محمد راح حضنه. صح، برافو عليك يا حبيبتي. ده معناه ان احنا في الفصل هنبقى واخدين بالنا، مش هنزعل صحابنا، مش هنتريق على حد، صح؟ مش احنا مش هنتريق على حد، عشان لما نتريق على حد ده حرام، صح؟ يعني هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالجماد بالجزع. فهنا نحن بالرحمة النبي من رحمتنا ببعضنا. أين الرحمة بيننا؟ نحن في أمس الحاجة إلى أن نكون رحماء فيما بيننا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبابي كان رحيما حتى بالحيوانات. يعني هذا جمل، عارفين الجمل؟ تعرفوا الجمل؟ يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أين صاحب هذا الجمل؟ فين صاحب الجمل ده؟ فيأتيه يقول: ها أنا أمامك يا رسول الله. يقول: إن هذا الجمل قد اشتكى إلي أنك تشق عليه، أنت بتحمله فوق طاقته وبتحمله حمل لا يتحمله. قال: والله يا رسول الله لا أستخدمه في أي شيء بعد، يعني مش أحمل عليه حاجة بعد النهاردة، ومش أشيله حاجة من النهاردة، برحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عصفور يأتي فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف يطير فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي فجع هذه في صغارها؟ من اللي فجعها في صغارها؟ خوفها. من اللي خوفها؟ فيقوم واحد من الصحابة يقول: يا رسول الله لقد أخذت صغارها، أنا أخذت أولادها الصغيرين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رد إليها صغارها، ويأمره بأن يرد إليها صغارها. يعني من الذي علم العصفور أن يفعل هذا؟ ومن الذي أدرى هذا العصفور أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع كل هذه الرحمة في قلبه وجمع كل هذه الرحمة بين جنبيه؟ كلنا يا أحبابي نعرف حديث المرأة أو قصة المرأة التي دخلت النار في قطة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة. هرة يعني إيه؟ يعني يا ملك؟ يعني قطة. عملت لها إيه؟ دخلت امرأة النار في هرة حبستها. أيوة حبستها. يبقى الناس اللي بيحبسوا القطط بيخشوا وبيأذوهم وبيعتدوا عليهم. بنشوف ناس بيعتدي، ممكن يسير في طريقه بسيارته ويرى قطة أمامه فيدهس القطة بسيارته. وده كان سؤال سارة يا شيخنا. سارة بعتلنا على الصفحة بتسأل، كانت عايزة تسأل حضرتك:
سؤالها كان ان لما يكون عندنا حيوان احنا بنربيه في بيتنا بس مش مهتمين بيه او مش قادرين نتحمل مسؤوليته، ده عقابه ايه عند ربنا؟ صح يا ساره؟ اسالي الشيخ بقى تاني سؤال. احنا لو احنا عندنا قطه في البيت ماشي وما اهتمناش بيها، يعني الله هيعمل فينا ايه؟ احنا لسه بنقول اهو يا ساره، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في واحده ست دخلت النار عشان ايه؟ عشان قطه، عشان حاجه يعني ما قتلت، يعني ما قتلتش او سرقت او فعلت حاجه كبيره في نظرنا كبيره او لا، حبست دي حبست قطه فمنعت عنها رزقها. يقول النبي دخلت امراه النار في هره حبستها، لا هي اطعمتها ما اكلتهاش ولا شربتها ميه ولا سابتها تاكل من خشاش الارض. ايوه فكانت سبب في دخولها الايه؟ النار. يبقى الناس اللي بيحبسوا الحيوانات او الطيور، في ناس يجيبوا الطيور كده ويسيبوا اليوم كله او يتركها في 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 الحر الشديد او في البرد الشديد، دول عندهم رحمه؟ ليس عندهم رحمه، ممكن يوم القيامه يكون عملهم ده سبب في دخولهم النار والعياذ بالله تعالى، وده من رحمه. انت عندك ملك، عندك قطه في البيت ولا انت يا ساره؟ لا انا عندي، انا كان عندي بس هي مشيت. انا اصلا اي قطه بلاقيها، انا كل يوم اصلا بيكون في قطط جنب يعني عند الشقه بتاعتي، كل يوم بفضل اطلع لهم اكل عشان بيصعبوا عليا، بطلع لهم اكل وميه وكده. انت جميله يا ساره، ما شاء الله. انت جميله ما شاء الله. عايزك تكمل لنا يا شيخنا مواقف من حياة النبي فيها رحمة. أيضا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا فعلا محتاجين نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحياة، عليه أفضل الصلاة والسلام. لأن في بعض الناس اللي هو الرحمة بالخادم، أنا عندي حد شغال عندي أو مش شرط خادم، حد بيشتغل عندي عامل، يعني نرى بعض الناس كأن هذا العامل قد اشتراه بماله وكأنه يعني مأمور بالعبادة له، فيشق عليه ويعتدي عليه بالألفاظ والشتائم البذيئة وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كده لما سيدنا أنس بن مالك بيوصف معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليه وهو خدام عنده، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أنس بيقول كده، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، يعني 10 سنين بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما قال لي أف قط، يعني كلمة أف دي اللي هي إيه؟ لما يكون حد بيتضايق من حد يقول أف منك، حقيقي. يعني دي أقل كلمة. لو حد قالها لحد بتعدي يعني مش مشكلة، لا ده النبي ما قالش الكلمة دي، ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، يعني ما فيش حاجة أنا عملتها النبي سألني أنت ليه عملت كده، ولا لشيء لم أفعله لم تفعله. شوفوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان رحيما حتى بزوجاته. بعض الناس، بعض الرجال يعتدي على زوجته ويضرب زوجته ويهين زوجته، هل هذا عنده رحمة؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رحمة حتى مع زوجته. تأتي إحدى زوجاته ذات مرة وهو عند زوجته الثانية، وكان جالسا عنده، كان عنده عدد كبير من الناس قاعدين، فتجيب كده لي طبق فيه أكل وتقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم المؤمنين عائشة اللي هي الزوجة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تغار من هذا الفعل، إن إزاي تجيبي أكل للنبي وفيتي، فحدث عندها شيء من الغيرة، فأخذت هذا الطبق وألقته على الأرض فكسر الطبق، الطبق اتكسر. طب يعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم لو حد غيرنا يا أستاذة مروة من رجال الايام دول؟ يتعصب. انت ازاي تعملي كده قدام الناس؟ طبعا انت، الناس يقولوا عليا مش راجل، الناس يقولوا عليا انك انت مسيطره عليا وغير ذلك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم صلى الله عليه وسلم ويقول لهم ايه؟ غارت امكم، هي مش ذنبها، عشان هي مخلوقه وهي بشر، هي غارت لانها بشر، غارت امكم، ويعالج النبي صلى الله عليه وسلم الموقف ويقول لها انت زي ما كسرت الطبق تجيبي طبق غيره لأختك اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى، مش أختك في النسب، يعني حتى لا يفهم بعض الناس أن الرجل يجوز له أن يجمع بين زوجتين. يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم شملت كل شيء، كل شيء صلى الله عليه وسلم. ده النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بأمرنا حتى قبل ما يشوفنا. النبي صلى الله عليه وسلم هو ساجد يقول يا رب أمتي 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 يا رب، وهو يبكي ويتضرع إلى الله عز وجل يقول يا ربي أمتي أمتي. فربنا سبحانه وتعالى يبعث سيدنا جبريل يقول له يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له يا محمد
إنا سنرضيك في أمتك ولا نسيك. الله عليك يا حبيب الله. طبعا الحديث عن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكفوش حلقة ولا يكفيه فقرة، لأن رحمة النبي وسعت كل شيء بعد رحمة ربنا. طبعا طبعا فهمتوا يا أحبابي؟ انا هقول لكم زي ما الشيخ بيقول لكم، انتوا احبابي وانا النهارده مبسوطه بيكم، مبسوطه ان انتوا بتشاركونا حلقتنا، مبسوطه ان كان عندكم اسئله حابين تسالوها للشيخ. فهمتوا قد ايه النبي كان رحيم؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دايما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشفع لكم يوم القيامه، صح كده؟ حتى لو اي حد ضايقه هو برده لسه طيب. برافو عليك يا مان، لسه بيكمل ان هو لسه ما يضربش او يعمل اي حاجه. برافو عليك يا مان، برافو عليك، برافو عليك ان انت اتعلمتي ده النهارده من الفقره معانا. وانت يا ساره اتعلمتي ايه النهارده؟ اتعلمت ان احنا قربي المايك. اتعلمت ان احنا لازم اي حاجه، يعني اي حاجه نلاقيها، مثلا ايوه يعني زي طوبه اي حاجه نلاقيها لازم نشيلها. برافو عليكي، نشيل الاذى من الطريق. ايوه بالظبط، عشان الرحمه بالناس. لو حد مثلا في قطه مثلا جايه وعربيه جايه، احاول اوقف العربيه دي عشان القط ما تجيش. ان شاء الله بارك الله فيكم، وان شاء الله باذن الله تكونوا استفدتوا. دايما تقولوا لاصحابكم كمان وتتفرجوا، وتخلي اصحابكم يتفرجوا على الحلقه دي عشان يستفيدوا، وكمان هم يبقوا رحمه بكل شيء حواليهم، عشان احنا النبي بتاعنا كان قدوة حسنة ولازم نقلده في كل شيء. وفي النهاية بشكرك يا شيخنا، شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا، وجزاك الله خيرا على كل معلومة اديتها لنا وعلمتها لولادنا، وكل طفل او طفلة بيسمعونا هيتعلموا بيها ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك. انا بشكر حضرتك على استضافتي في هذا البرنامج. حضرتك شرفتنا ونورتنا، ربنا يخليك. شكرا جزيلا لحضرتك. وبكده مشاهدينا نكون وصلنا لختام فقرتنا الدينيه وختام الحلقه. يا رب اكون بفيدكم، يا رب نكون بنبسط على حضراتكم المعلومات، وبنوصل لكم حاجات بسيطه ورسائل سريعه تقدروا توصلوها لاولادكم وتساعدهم في تربيتهم. ربنا يعينكم ويعيننا دايما على ان احنا نشوف اولادنا احسن ناس في الدنيا، ونشوفهم دايما بخير وصحه وعافيه. اشوفكم وحلقه جديده وبرنامجكم اطفال ولكن.